أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: إذا جاء الحيض للمرأة بعد دخول وقت صلاة الظهر، فهل إذا طهرت المرأة تصلي مع الظهر صلاة العصر؟ نعم. تقول أحسن الله إليكم: إذا جاء الحيض للمرأة بعد دخول وقت صلاة الظهر، فهل إذا طهرت تصلي مع الظهر صلاة العصر؟ لا، إذا أدركت أول الوقت وحاضت ليس عليها شيء، لأن الوقت موسع، وحاضت قبل أن تتمكن من الصلاة والوقت موسع، فليس عليها شيء، بعكس التي تطهر في آخر الوقت، هذه هي اللي تجب عليها الصلاة وما قبلها. وأما من حصل لها هذا في أول الوقت فليس عليها صلاة. نعم.